بسم الله نبداو البنات. راح تشوفوا البنات هنا هذا القماش فيه متر ونصف في العرض، يعني طويته يعني بالطول هنا لا ليزيغ، هذه لا ليزيغ يعني طويته بالطول على 2. تشوفوا حطيت الخلف وحطيت انفاس ليه الامام بصح شغل درتهم كروازي الداخل في الخارج، علاش؟ باش يقدني القماش. فوالا هذه ما قدوش نديروها على كاع لي على كل الاقمشه، كي يكون انا امبريمي فيه ان سول سونس نحطو يعني لي دو نحطوهم نون سونس باش نجيب لي زيبانغ ولا نستعين غير بهذه. راح تبت مليح اب غادي نجي هنا عند هذا الخط، هذا الخط ونخرج هذا تاع دوران الورك هنا ونخرج 3 سنتيمتر، راني باغي نعرضه شويه هنايا عند الاوراك. هنا نخرج 3 سنتيمتر وهنا وهنايا هنايا عند وين يكمل السروال، ماشي هنايا هنايا هنا اللي باغي نخرج ب 8 سنتيمتر ولا 9 سنتيمتر. نخرج ب 9 وهنا نخرج 9. فوالا الوغ نعاود نجي هنا هاد النقطة هادي ونهود هاكا مستقيم، نهود خط مستقيم. وهنا كذلك بهذه قلت لكم من لهنا نخرج 3 سنتيمتر، باغي نعرضه شويه باش ندير لاستيك، مانيش باش ندير فيرمتور اكلاغ. نعاود ندير لكم ان شاء الله سروال لا فيرمتور اكلاغ. افوال عنهود هنايا بخط مستقيم هكا اب هنايا نهود بخط مستقيم. هنا خرج 3 سنتيمتر وهنا طلعت بخط مستقيم، وهنايا ندخل غير بان دوا هكا ندير لا كوب تاعي اي متيت كوب هكا. فوالا الكوب تاعي اب دوكو هنا شحال نجيو خارجين 5 سنتيمتر. فوالا وهنا نرسم هنا نرسم نيشان مع الباترون، هنا ما غاديش نوسع سما غادي نوسع غير في الجوانب، غير في الجوانب غادي نوسع. هنا كذلك نرسم لا ميم شوز تاع الباترون، يعني نرسم نفس الشيء تاع الباترون. فوالا هنا عاود تشوفوا هنا البنطلون بغيته يجي طويل، هنا كنت زايده حق العطفه، زايده حق العطفه غادي نزيد 2 سنتيمتر باسكو نبغي تطويل تطويل. فوالا زيد هنايا 2 سنتيمتر و تبغي تجيها نيشان ما تزيدش سبا لا بان تزيد. فوالا هاني خرجت الباترون تاع الامام، دروك غادي نخرج الظهر هذا الامام، دروك الظهر نحتاج هادو نحطهم. الوغ الهيها هناك هنايا خرج 3 سنتيمتر، هنا تانيك غادي نخرج ب 3 سنتيمتر. هنا زايدين ديجا على باس حنا زايدين حق الخياط 3 سنتيمتر، راه نيشان راه نيشان هنايا نيشان مع الحاشيه. اوب تشوفوا هنا نرسم هاد الجهه نرسمها نيشان ما نزيدش فيها. هنا كذلك ما نزيدش درني زايده حق الخياطه كي رسمت الباترون، هنا نهوده خط مستقيم
نهود نيشان خط مستقيم. فوالا هودا هنيشان خط مستقيم. عاود نجي هنا، هنا خرجت 9 سنتيمتر، هنا كذلك نخرج 9 سنتيمتر. فوالا 9 سنتيمتر، هنا كذلك 9 سنتيمتر. نعود بخط مستقيم. هنا راح احنيشان مع هذه هنا، عارف هنا شحال هوت، هنا هوت باثنين سنتيمتر، هنا كذلك نهوت باثنين سنتيمتر، هنا نهوت باثنين سنتيمتر، نفس الشوز. هاد الجوانب هاد وين كان الحردة ما تخرجوش، خليوها كما راها، خرجوا غير هنايا، غير هنايا خرجوا بثلاثة سنتيمتر، خرجوا هنايا بثلاثة سنتيمتر ومن هنا يهود لارج. هذا نجي مخرجه زوج تاع الامام، فوالا زوج تاع الامام. شوفوا القماش جاي كحل كحل وفيه دي بتي بوا. زوج تاع الامام وزوج تاع الظهر، فوالا. بنات انا باغي نقول لكم كيفاش نخرجوا لي بوش الجيوب، كيفاش نخرجوه. قطعة القماش نطويها على 4 وعلى 2 ثم على 2، ثم نجي طويتها على 4. ناخذ الجهة اللي فيها لا ليزير باش تجينا سهلة. اوب نطوي على 2 ثم على 2، هنا نطوي على 4 باش يخرج لي 4 تاع القطع. شوفوا هنا نحسب 18 سنتيمتر، نجي هنا نحسب 18 سنتيمتر ونعاود من هنا لهنا نهود ب 26 ونجي هنا هنا ثاني 18 سنتيمتر، نهود هكذا اب كل مستطيل، نزيد نهود شويه، نرسم هاكا جيب تاعي. ان شاء الله يبالكم باش يجيب تاعي يجي هاكا. الوغ ونقص الجيب تاعي، جيوني 4 تاع قطع. الوغ تاعي جيو هاكا، اب جيو هاكا، ها جيب واحد وها جيب الثاني. الوغ باش يزيد يبان لكم من نيشان، شوفوا هاك الشي يجي، جيب هنا يجي، فوالا. الوغ واش غادي ندير؟ غادي نحدد الفتحه تاع جيب شحال ندير فيها.
بلاصتها، يعني وين اليد وين اليد تدخل. غادي نحسب هنا باش ماشي كنمشي الماشينه، انا نحسب هنا، نحسب 5 سنتيمتر اب 5 والفتحه ندير فيها 14 نفس الشيء. هاكا ونعين اب فوالا اي فوالا، هادو هما الجيوب تاعي. يبقى لي حاجه نديرها الوغ دروك، غادي ندير الحزام. شوفوا كيفاش نبدا، نحط هاد القطعه من القماش هنا، هذا راه مطوع على اثنين، نجيب الامام نحطها هكا، ونزيد نجيب الظهر نحطها هكا، هكا ونزيد واحد 3 سنتيمتر ولا كاع الاخر. واش ندير؟ نقص شريط اب هنا، جيب الظهر والامام، هذا راه مطوي على اثنين وهذا راه مطوي على اثنين. انا الحزام اللي باغي ندير فيه ندير فيه هكا على حساب 3 دو، حساب 3 دو فوالا. ندير فيه الحزام في العرض، ندير فيه 13 سنتيمتر، نعين 13 سنتيمتر كاع tout au long de l'autre. Hop, 13 voilà. ونقص والطول خاصني نزيد فيه، سما يكون هذا الطول في 2 على خاطر هذه راه مطويه على 2، ونزيد شويه ومن بعد ديك الزياده نقصها. يجي مطوي على 2 يجي هكا، دوك ندير فيه لاستيك فوالا. هذا هو الحزام تاعي، كملنا الفصاله غادي نفوتو في الخياطه. بسم الله نبداو. البنات ما شفتش بلي كانت تفيلمي، ما كانتش تفيلمي عفوا. شوفوا لابوش هنايا نحط لي 4 وحده فوق وحده، وهنا وين كنت معلمه بنقطه كيما هكا هنا لازم هنا نقصو بغرا يبان لكم. شوفوا شغل ندخلو هنايا ب 5 مليمتر 7 مليمتر ندخلو ونقصو هكا، ندخل ونقص هنايا. تجي عندنا هذه دوك تفهموا كي نخيطو خاطر هذه تشوي في الخياطه فوالا. الوغ واش غادي ندير؟ غادي ناخذ الامامين، ها الامام الاول وهالامام الثاني، هنا وجه على وجه وجه على وجه، وناخذ وحده من الجيوب، وحده من الجيوب نحطها وجه على وجه هنا هكا اب، خيط هنا والزوجه تانيك وجه على وجه اب ونخيط هنا. شوفوا خيط هنايا، عاود شنو غادي ندير؟ غادي ندير اون سيربيكور. شوفوا نجبد هكا مليح ونخيط هاد الخياطه اللي خيطها، نجبدها مليح ونخيطها هنايا هكا. اه فوالا، هاد في اون سيربيكور هنايا باش كي ندور يجيني مليح، يجيني شباب ما يجيش باين. اغفوال غادي نحدد هنايا مليح قبل ما نخيط، نجبد هكا مليح هنا، نجبد مليح ونحدد مليح وندير الجيب الثاني ونولي لكم.
اه بنات ما شفتش باللي ما كانتش تفيلمي. شوفوا بعد ما درت ال بعد ما درت الات على الامامين، الجيوب اللي يجيو مع الامام، نعاود ناخذ الظهر، ناخذ الظهر يعني بنفس الشيء، ناخذ الظهر، ناخذ القطعه تاع الجيب اللي كان اللي باقيت لي، نحطها هنايا وجه على وجه، ونخيط هنايا. ها خيطهم في زوج، هذا تاع الخلف، وهذا الجيب اللي كان لي دو بياس اللي كانوا باقين، وحده تجي لليمين وحده تجي لليسار. نحط هكذا وجه على وجه، الوجه على الوجه، ونخيط هنايا. دوك شاني باش ندير، غادي نحدد هنا ونحدد هنا. بعد ما حددتهم، بعد ما حددتهم شوفوا شنو غادي ندير. غادي ناخذ الظهر، غادي ناخذ الظهر، شوفوا ناخذ الظهر، ها هو الظهر، ونفتح هنايا الجيب. شوفوا ها الجيب وها الظهر، نزيد عليه الامام، ها الامام، اب ها الامام، وحطها هكذا هنايا، يجي الجيب مع الجيب، وهنايا الظهر مع الامام. نجي هنا عند الرجلين لتحت باش ما يصراليش ديكالاج، نجي هنا نثبت هكذا، نحط هكا من تحت لتحت، ونجي طالعه. شوف تخيط من هنايا هاك، من هنا عاود نجي نجي عند الجيب هنا، نفوت هنايا هكذا، من هنا عاود هنا نحبس، حبس حتى لهنا الجهتين، الجهة اليمنى والجهة اليسرى. هنا خيط الأمام مع الظهر، ندير نفس الشيء بالنسبة للجهة الثانية. هاني خيط الجانبين، دوك شراني ماشي ندير، شا غادي ندير، غادي نشوف، غادي نحط قبل ما الاخر، غادي نحدد هنايا، نحدد هنايا باش تموت هنا الخياطه. اه فوالا، شا غادي ندير، هاني حددت، حددت هنايا باش تموت الخياطه. غادي ندير جهه الامام مع الامام هكا، نحط هكا جهه الامام مع الامام، خيط هنا، نخيط الامام مع الامام والخلف مع الخلف، غادي نخيط هنا وهنا. شوف هاني خيط الجهه تاع الخلف مع الخلف، والامام مع الامام. اش غادي ندير؟ شوف نجي هنا نفتح، نحط الخياطه تاع الامام مع الخياطه تاع الظهر، قبلها انا نحدد في الساح، نحدد باش تموت الخياطه. بون هاني حددت، قلت لكم نحط خياطه مع الخياطه، نجي منا نجي مخيطه فايته هنا، نخيط الرجل الاولى والرجل الثانيه. شوفوا ها هو السروال بدا يبان. دروك شنو غادي ندير؟ نقلب على وجه، نقلب على الوجه باش يجيني ساهل باش ما نغلطش. فوالا، شوفوا كي نقلب على الوجه، غادي ندخل الجيوب نيشان. شوفوا نجي هنا هكذا، نجي هنا عند الجيوب، ها الجيب، هذا هو الجيب. شا غادي ندير؟ غادي نثبته مع تاع الامام باش ما يبقاش يبوجيلي ويغبرني كي نجي نخيط. شوف ها هو الجيب، غادي نجيب الامام هكا، نقبض لي زيبانغ، نقبض هكا علاش باش ما يبقاش يبوجي. ثبت مليح الجيب هنا تاع الامام، فوالا. عاود الجيب تاع هوب
Mercador. ثبت هنايا مليح. واش غادي ندير؟ غادي ندير خياطه هنايا من هنايا الفوق باش ما يبوجيش، باش كي نجي نركب لا سانتور ما يقعدش تبوجي وتغبن فيا. فوالا راني درت الجهه الاولى، هاك نحيصه وندير الجهه الثانيه. Voilà. Du coup, les deux poches rahum tibtin, hein? Hop. Hop. Voilà, les deux poches rahum tibtin. Ça y bqa li. Drouk ça y bqa li, ghadi nrkeb l'hzam. Alors l'hzam kish ghadi ndir leh? Chouffou lbnat, hein? La ceinture hnaya ghadi ndir leha la toile, ghadi ndir leha la toile collante ou nouli lkoum. شوفوا هاني حزام درت له لاطوال كولونط. او شنو غادي ندير؟ شوف غادي نجي هنا وين كاين نجيب في جهه وحده، غادي نخلي واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر على حسب على حق الخياطه، واحد سنتيمتر ونحسب شحال عندي، نحسب هكذا نجبد نيشان، نجبد هذا مع السروال هكذا اب هكذا حتى لنوصل من قلعت. فوالا كي نوصل من قلعت وين كاين الخياطه نزيد لها حتى هي واحد سنتيمتر ونقص. فوالا جي هنا ونقص الزياده. اختو ساكن زياده. شنو غادي ندير؟ غادي نطوي هكا على اثنين، هوب طوي هكا على اثنين ونخيط على واحد سنتيمتر. علاش؟ على خاطر خليت كي خليت على حساب واحد سنتيمتر، نخيط هنا على حساب واحد سنتيمتر. فوالا شنو غادي ندير؟ غادي نحلها، نفتح هكا ونحدد هنايا. الو دوكو هذا هو الحزام تاعنا. الو واش غادي ندير؟ نطوي هكذا على اثنين ونحط السروال، ندخل السروال تاعي. شوفوا ندير الخياطه، هذيك الخياطه اللي تاع الحزام مع الخياطه تاع الدار هكذا اب. نكبد بلي زيبانك الاحسن. بون شوف دير هنا هاك خياطه تاع الظهر مع الخياطه تاع الحزام، عاود نجي هنا هاكا مطوي على اثنين، هذا هاكا مطوي على اثنين اب، نجبد مليح والخياطه تاع الجانب معاها هنا هاكا نفس الشيء. خاطر راني باغا ندير لاستيك غير في الظهر. فوالا الوغ بعد ما عينت هادو هنايا الجانبين، اش غادي ندير؟ غادي ندير ديكرون، غادي ندير ديكرون هنا. دوك تفهموا علاش ندير هنايا ديكرون اب هنا في الجانبين. هنا
غنولي نحي كلش. نحي كلش. غادي ناخد حالة لاستيك عريض عندي. اشوف غادي ناخد لاستيك عريض. الوغ ناخد الظهر. شوف وين درت لي دو كرون، وين درت هذوك زوج علامات. شو كي نقسمها على اثنين، كان علامه هنا وكاين علامه هنايا. هذه جهه تاع الظهر. غادي نقبض لاستيك، شوفوا نقبض لاستيك وندير هكا ونجبد شويه، نجبد هكذا شويه باش ندير لي لاستيك هكا باش يزير لي في الظهر. فوالا راه شوفوا، شوفوا ها لاستيك. شو نديره نيشان على حسابها عبخين عم نقص. دروك هذا لاستيك راه على حساب العلامتين اللي درتهم. انا واش راني باغي ندير، انا راني باغي يجيني لاستيك غير في الظهر. واش ندير؟ نجبد لاستيك هكا، نقص منه قولي على حساب 5 دور. فوالا هاني نقص منه 5 على حساب 5 دوا. نولي نفتح وين عندي العلامات. شتو وين عندي العلامات؟ وين عندي هذيك العلامة؟ أب نحط هنا لاستيك وهنا لاستيك، هنا وهنا تبت بلي بانك. أنا نحوس نعطيكم البنات، نقولها لكم نعاودها لكم، نحوس نعطيكم أسهل طريقة، طريقة لي سهلة كاع لي نعرفها ونعرفها سهلة كاع. اخ شوف كيش غادي ندير، غادي نحط لاستيك عند العلامة هنا. شو نقلب هكا باش لاستيك يجي طالع حتى الفوق. فوالا الوغ شنو غادي ندير؟ غادي ندير هكا، نطوي هكا، نقبض بليبانك. فوالا كي ديري هكا بيدك تعرفي لا ليميت تاع لاستيك وين راه. تعاود تجيبي لا ليميت الزاوجة، لا ليميت الزاوجة تجيبيها هنا عند العلامة الثانية. اب تطوي هكا، تطوي هكا وتزيدي تكبدي بلي بانك. شوفي هنايا هكا فوالا، فوالا زيدي. شوف نعاون روحي بالطابله، شوف شوف كيش نعاون روحي بالطابله. ها شوف شتو نعاون جي هنايا في الوسط، نجبد مليح. شوف نجبد مليح لاستيك ونزيد نثبت هنايا بلي بانك في الوسط باش كي نجي نخيط يجيني ساهل. شحال ما تبتي شحال ما غاي، شحال ما تقدر تبتي غير تبتي باش ما يبقاش يغبني. غادي ندير ديجا خياطه هنا وخياطه هنايا. شوف تبت لاستيك هنا هنايا بخياطه الاولى، نجي في الجهه الثانيه حتى هي نخيط نثبت بخياطه ثانيه. واش غادي ندير؟ شوف غادي نجبد هاك، جبد هاكا، نحط شوفو نحط هنا عند الخياطة، نحط على 1 سنتيمتر. أب ونبقى ندير هنايا خياطة. شوف جبد ولاستيك يكون داخل مليح. اب هالا حتى الخياطه الثانيه، عاود عند الخياطه الثانيه نعلي البي اف بيش ونهود، نهود بواحد سنتيمتر. فوالا نعلي البي اف بيش نعاود ندور. اب نكمل الصف تاع
تاني شتو كيفاش سهلة، غير شوية تاع التركيز تنجحو فيها. فوالا اب جبد مليح، نجيب الصف تاعي فوالا، كي نوصل الخياطة الأولى نعيب يد بيش نهود بأن سنتيمتر ونزيد الخط الثالث. ما يبوجيش، تثبت مليح فوالا بوان داغي. درت ثلاثة تاع السطور سا سوفي، خاطر لاستيك ما تمشي كبير بزاف، ماشي عريض بزاف. فوالا الوغ تشوفو دوكو راني موجدة الحزام تاعي، هاهو شوفو في الظهر درت له لاستيك، الامام درته عادي. اه فوالا دروك شراني ماشي ندير، غادي نركب الحزام في السروال. استغفر الله، نجيب جهة الامام من كان الجيوب هكا اب توجو، هادوك لي روبير اللي درناهم هب لو روبير تاع الجوانب مع الجوانب فوالا هكا، ونولي نخيط الظهر. هذا لاستيك يجي مع تاع الظهر، هذه الجهه تاع الظهر ايا تخيط، واللي ما درناهاش لاستيك تجي مع تاع الان ايا تخيطوا. ها ديروا بلي زبان باش يعاونكم، انايا كي تجي في جهه تاع لاستيك كي تخيطوا توجور تجبدوا. بون انايا سي با لا بين ما نديرش الاخر، خاطر موالف كبدوا بلي زبان احسن. ها فوالا اب دي خياطه تاع الظهر مع تاع الظهر، هنا وين كاين لاستيك قلتكم جبدو، هنا لازم تكون نفس المسافه. غادي ندير غادي نفوت دروك عاود بلا سيغ جوتوز، هنايا هذا كامل زياده نقصه بلا سيغ جوتوز. اه فوا شوف هاني كملت، تكون نحي كاع هاد الخيطان زياده. شوفوا في الظهر كي جا فيه لاستيك، في الظهر جا فيه لاستيك، في الامان جا عادي. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نزيد ندير هنايا سيغ فيلاج وندير العطفة ونجي مكملة السروال تاع اليوم. فوالا البنات، نتمنى يكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم، ما تنساونيش بالاشتراك وباللايكات تشجعوني، وتبارطاجيو الفيديو تاعي حتى تعوم الفائدة. سروال كنت وعدتكم به حطيته لكم الحمد لله بفضل الله. هذا السروال يجي لارج الشباب في اللبسة، مازال نزيد لكم كلاسيك ونزيد لكم نوع تاني من الجيوب، بلاك دي جيوب ابارونت ولا دوك نشوف الكلاسيك دوك نزيده لكم تانيك ان شاء الله. بلا لا فيرمتور اكلير اوسي كلاسيك، فيرمتور اكلير دوفون ولا لو كوتي ان شاء الله دوك نديره لكم. فوالا البنات، تهلاو في روحكم بزاف بزاف، وين بروشان فيديو ان شاء الله.